المكان ده زي ما هو من زمان، ما تغيرش. كل السنين دي عدت والكنيسة زي ما هي، هي نفس الصور اللي على الحيطة. هي لا، كانش اسمها صور، كنا بنقول عليها ايقونات. ايقونات كنا بنقول عليها ايقونات، والهيكل في مكانه وكل حاجة. هو بس اللي اختلف شوية للناس اللي برا تغيروا، لكن فيما على ذلك مفيش، هي نفس الكنيسة. يا رب، كل السنين دي عدت عليا ما دخلتش الكنيسة، بس ايه، الحمد لله الحمد لله انا رجعت تاني. فترة كبيرة. ايوه، احنا كنا بندخل الكنيسة بنعمل ايه؟ كنا بنصلي، صح صح، رايحين عند الهيكل بنصلي. بس احنا كنا بنصلي ازاي؟ ايوه كنا بنعمل ايدينا كده، كنا عاملين كده، كنا مصلين. ايوه يا رب يسوع المسيح. انا حاسس ان هي عيالي قوي، احنا كنا بنعمل كده واحنا في حضانه، متهيألي. لا احنا كنا بنعمل بطريقه كده لما كبرنا شويه بقينا نعمل كده. انا استنى كده بسلم نفسي دي ولا ايه؟ احنا كنا بنصلي ازاي؟ كده مش مهم ازاي؟ المهم ايه؟ نصلي وخلاص. الصلاه ايه؟ انا عارف ان الصلاه كلام مع ربنا. يا رب يسوع المسيح، احنا بنعمل كده. يا رب يسوع المسيح اسمعنا يا رب، واحنا دايما بنطلب منك. احنا ليه بنقول اسمعنا؟ طب ما انا بطولي لوحدي، ليه بقول اسمعنا؟ طب ما انا المفروض اقول اسمعنا. طب اعمل ايه؟ انا مش فاكر حتى كنت بصلي ازاي. انا مش فاهم اصلي ازاي كويس. احنا ممكن نقول اي كلام، بس اصلي كويس ازاي انا مش فاهم. وانا صغير وانا كنت قد كده هو كنا بنروح مدارس الاحد ونقف نصلي، وكنا بنقفين جدا واحنا بنصلي. لكن انا مش فاكر كنت بقول ايه. انا فعلا نفسي اصلي كويس، بس مش عارف اعملها ازاي. النهارده الجمعه وفي اجتماع، المفروض هلاقي ناس من الموجودين كانوا بيحضروا كده في الاجتماع معانا. ممكن الاقي حد اساله يعرف نصلي ازاي. واحد جاي اهو، يا مسهل يا رب. تعدد الكهرباء. ايه استاذ فيني؟ لا ما فيش حاجه. اديني ازاي الورقه بتاعتك؟ هو الورقه بتاعتك ليه؟ انت عامل ورقه؟ مش فاهم انت مين انت حضرتك؟ مش فاهم. عمر شرطه؟ لا انا من اتنين سهله، بس انا بقالي فتره ما جيتش، فتره كبيره حبتين. اول ما اشوفك يعني. ممكن اسالك سؤال؟ معلش يا مين، مخك شويه اتفضل. انا بحاول اصلي، بس يعني قولها ازاي؟ انا عايز اصلي وقطب من حلمه. ايوه انا مش عارف اصلي ازاي. انت بتتكلم عن وايه اللي فيه اهزار دي؟ انا فعلا مش عارف اصلي ازاي. عايز اصلي وعايز اصلي كويس. لا انت بتهزر، شكلك بتهزر. صدقني يا استاذ مش بهزر، انا مش عارف اصلي، عايز اصلي. يعني انا كنت باجي هنا زمان كنا بنصلي، بس انا مش فاكر كنا بنصلي ازاي. انت اسمك ايه؟ انا اسمي مرقص. مرقص مرقص. طب بص يا مرقص، اكتر حاجه بتحبها ايه في حياتك؟ اكتر حاجه مثلا اكتر حاجه بحبها البطيخ، بس ده ماله ولا الصلاه يعني. بص انت ترفع ايدك كده ربنا، تقول يا رب رب يسوع المسيح اديني اديني بطيخ. انت مفرطنا بطيخ؟ مش مثلا يعني. يا رب يسوع المسيح كتر بطيخنا في بيوتنا، بلاش التفاح، بلاش كل اللي يجي يزوروني معاهم تفاح، انا ما بحبوش. ايه يا استاذ اللي انت بتقوله ده؟ مال البطيخ ومال الصلاه؟ انا عايز اصلي. ما انا بديك مثال يا مرقص، مش انت عمال تقول لي بقالك زمان وما جيتش وصغير بقى؟ بحاول اهزم انا عايز اصلي شويه يعني.
بحاول يعني اديك مثال مش قوي قوي كده يعني فهمني فهمني بطريقه انت بقالك كتير ما جيتش الكنيسه عامل لك ايه طيب انا مش سامع يعني انت بطيخ. يعني مثلا انت ترفع ايدك تقول ربنا دي بطيخ حد في ربنا بطيخ انت يعني بس مش معقوله يعني مثال انت بس ما تعمل ايه تقول يا رب يا سؤال ثانيه ثانيه ايوه انا عامل ايدي ازاي كده كده يا رب يا رب يا صاحب المسيح اديني فلوس كتير يا رب ايوه يا رب يا صاحب المسيح انا عايز بيت كبير يا رب ايوه يا رب يا صاحب المسيح اديني ساعات في الشغل كتير اوفر تايم يا رب بس كلها طلبات الصلاه ايه يا مرز غير طلبات احنا بننفذ الوصيه ربنا بيقول ايه اطلبوا تجدوا ده في مين وهي انا بألفها يا مرز يعني طلب اطلب بالظبط كده طلبات بس طلبات وبس ما حلوه دي وكل ما تطلب اكتر هتاخد اكتر طبعا افتح ايدك وقول افتح واخد طبعا طب حلو هاي وريني بقى تعمل ازاي اصلي اطلب يا رب اديني فلوس كتير يا رب تمام حلوه دي جميله يا رب اديني ساعات ساعات ايه الساعه في ايدك لا مش ساعات من دول ساعات في الشغل حلو ايوه عايز الساعه بساعتين يا رب حلو ايوه كده هتفتح جميل يا رب البنزين يرخص مش هيحصل بس ماشي قول طب بص انا اقول لك حاجه ثانيه يا رب اديني جاز ستيشن وخلي البنزين يرخص ايه بقى انت كده وصلت ده انت بقيت بزنس مان ده انت وصلت خالص كده خلاص انا كده صليت قلنا الصلاه غير ايه؟ طلبوها اطلبوا تاجي دي موجوده في الانجيل اطلعها لك يا لا ده انا لسه مالي ورقه طلبات قصدي صلوات ايوه كتر خيرك يا استاذ اي خدمه انا ربنا بعت لي دي النهارده انت عظيم ربنا عظيم ايوه بقى اطلب بقى انا كده عرفت وانا معاك كده ولا ايوه كتير اطلب كتير اول 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 كل ما الواحد يطلب اكتر ياخد اكتر حاجات كتير السمك جميل بس ما كانش فاكر صحيح ما كناش بنطلب الحاجات دي كتير بس زمان بس يعني شغال كنا عيال ما كناش فاهمين يا رب اديني حاجات كتير يا رب خليني ابقى مشهور خليني يا رب يبقى معايا فلوس كتير خليني يبقى معايا لا ما فيش حاجه بس حضرتك بتعمل ايه بصلي عن اذنك لو سمحت حاجه بيني وبين ربنا يعني ايه نوع الصلاه غير انت ما تعرفش الصلاه ولا ايه طب ما توريني بتصلي ازاي تعرفش تصلي بجد لا هو انا ما بعرفش اصلي من جاهل ما بعرفش اصلي ما بعرفش بس هو الاستاذ اللي قبلك قال لي ايه قال لي اطلب بس ما قاليش موضوع التليفون كده كتير امال ايه الصلاه فيها فيسبوك فيها انستجرام فيها سناب شات سناب شات تعرفش الحاجات دي؟ لا كلهم عندي طب ما انت كمان عاملها في الفيسبوك؟ لا مش عندنا البيت دايما اسمك ايه بس؟ انا اسمي مورس مورس امك ماشي اعمل لك اعمل لي اكسبت اوكي؟ بعدين بعد لما بنام تاني تعالى اوريك ازاي تصلي عارفينه؟ شكلك محتاج يعني عارفينه؟ اه؟ طب بس يا سيدي انت تيجي على التليفون وتكتب الصلاة بتاعتك عشان الناس تشوفها وتعرف انك بتصلي انك ملتزم وعندك ايمان وكل الحاجات دي ومال الصلاة ومال الفيسبوك يعني وربنا هيقراها من على الفيسبوك يعني ايوه يا عم زي ما الانجيل بيقول جاروا اعمالكم الحسنة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات ودي كمان في الانجيل؟ ايوه دي آية في الانجيل يعني احنا نكتب الصلاة بتاعتنا على الفيسبوك ايوه لازم عشان توري الناس انك بتصلي
طب حلو. وقال حاجه كمان ايه؟ ربنا هيرد عليك في البوستات دي كمان. أيوة. ربنا هيرد. ايوه الناس هتعمل لك كومنت ولايك وكده. ربنا بيكلمك عن طريق الناس. فهمت؟ امال هو هيرد عليك ازاي؟ بالظبط. احنا ما كانش على ايامنا الكلام ده. عامل صلاة طوالي. طوالي؟ ايوه. لما بيبقى عندنا حاجات ديت ليه ما نشتغلش يعني؟ طب حلو خالص. والحاجات التانية اللي قلتيها دي غير الفيسبوك ده. بعد كده بقى عندك انستجرام. انستجرام ده بتاع الصور. صور. تعالى اعلمك ازاي تصور. بس تعالى. احنا نيجي قدام الفيسبوك كده. ناخد صورة. مش بس هتغمض عينيك. عشان هتتصلي. غمض عينيك جامد. لازم إيه؟ تولي الخشب بتاعك. ايه الخشب؟ يعني باين ان انا كده؟ ايوه عشان هتتصلي. وانت بتصلي جامد. بعدين؟ بعد كده ارفع ايديك. ارفع ايدي فوق. ايوه بتصلي ربنا. بعدين؟ بعد كده بس اتاكد ان انت جايب الانجل كويس. اوكي؟ جيب الهيكل ورايا يعني؟ لازم تتاكد شكلك شكل حلو كده يعني. بعد كده غمض عينيك تاني. ايوه. وخد الصوره. ايوه. كأنك مش ايوه ايوه انا بشوف الصوره دي اللي صورتها وانا مش واخد بالي. ايوه ايوه هي دي. ايوه دي. يعني اتصور وانا بصلي. ايوه لازم تصور قبل ما تصلي وانت بتصلي وبعد ما تصلي. حلو. وبعدين؟ تعال ناخد الصوره كده. ناخد صوره؟ حلو. اوكي؟ بعدين؟ بس يا سيدي تعالى اقول لك. انت دلوقتي لما تيجي تكتب على الفيسبوك تقول يا جماعة أنا دلوقتي هبتدي أصلي. الصلاة دي حاجة حلوة جدا وأنا دلوقتي هكلم ربنا. لو في حاجة أنت محتاجها تقول يا رب أنت عارف أنا محتاجة إيه، أنت عارف اللي أنا عايزه، أنت عارف إن أنا مستنية بقالي كتير، أنت هتحالي بقى يا رب. لو أنت في حاجة مضايقاك مثلا وعايز تعزية قول يا رب أنا تعبانة، أنا تعبانة أنا محتاجة لك فينك يا رب كده. وسهلة الصلاة يعني كده الواحد يدخل يكتب كل اللي هو عايزه يتصور وبقى كده ايه صلينا. بالظبط. لازم اي حاجه بتحضرها الجيزه لازم تصورها عشان الناس تفتكر انك بتفوت كمان. ايوه حلوه دي. طيب طب انا لو انا يعني لو دخلت عندك على الفيسبوك بتاعك والحاجات دي هشوف كل الصلوات بتاعتك كده. ايوه بتكتبي ايه كده مثلا؟ اديك مثال. انا من كام يوم كده كتبت صلاه ماشي قلت فيها يا رب انت عارف دي ايه، انت عارف انا محتاجه ايه يا رب، انت عارف انا عملت كل اللي عليا ومش عارفه اعمل ايه تاني. شعر وسيحت يا رب، ميك اب وحطيت، كعب ولبست، ما اعمل ايه بقى يا رب؟ ما تخلي اللي في بالي بالك ياخد باله بقى. ايه حاجه شخصيه بيني وبين ربنا بقى برضه على الفيسبوك. ايوه ده علشان يعني الناس تنصح وتاخد بالها. اوكي طيب ماشي خلاص. اوكي انا كده فهمت. فهمت خلاص. ده عرفت كل حاجه خلاص. دي سهله خالص. ايوه انا بقول لك ادخل على الفيسبوك بقت تبشير اونلاين خلاص. تبشير جميله جميله خلاص. حلو حلو جميل. تعالى ناخد صوره اخيره كده. صوره اللي هي نهايه الصلاه بس. صوره امين. امين ايوه نعملها ورا صوره مين. لا مع الايفون. مع الايفون ايه؟ لا استنى عايز ابين نفسي ان انا جميل. وقت الشغف؟ بجد جميل. خلاص يلا مع السلامه. انت بقى انا هصلي. انا عايز اصلي. لايك شير سبسكرايب. اوكي؟ طيب شغل. صلي بقى جميل سهل. سهل لو الواحد كان زمان يقف يصلي ويتعب نفسه بقى هو قاعد ممكن يصلي وخلصت على كده. نتصور بقى صورة بداية الصلاة. ناخد أنهي بوز. حلو الصورة. ما شاء الله. ناخد صورة كمان هنا يعملها وأنا بنشوفها وأنا بقى يعني إيه بصلي جامد. دخل في الصلاه بتاعتي ليه؟ انت مين؟ حضرتك اللي مين؟ انت داخل في صلاه. هي دي صلاه؟ صلاه. هي دي انت كده بتصلي؟ امال ايه؟ انت اسمك ايه؟ انا اسمي مرقص. ايه اسمك ايه؟ انت صاحب الكنيسه ولا ايه يا عم في ايه؟ اسمك ايه؟ انا اسمي مرقص.
وجبه ترقص ليها برقص. مش برقص انا بصلي. وجبه ترقص ليها برقص. انا بصلي حضرتك. الوقت اللي امريكا قالت لي ان انا لسه جاي من هنا ما كانش في حد طول. ايه ملايكه مثلا ما كانش في حد. يا استاذه الوقت قالت لي ان انا لازم اخد صوره قبل الصلاه وفوق. لا انت شكلك حرامي. التليفون بتاعك؟ التليفون ده بتاعك؟ بتاعك؟ بتاعي. عارف انت بيتي بيت الصلاه يدعى وقت وجعلتموه نهارا برصوص. انت مش بتاكل من حرام؟ يا عم انا مش حرامي. انا عايز اصلي. انا عايز اصلي. طب صدقني. ايه؟ انت عايز تصلي؟ انا عايز اصلي. هو مين قالك ان الصلاه صلاه تترقص؟ انا مش بترقص. انا بترقص. دخلت سوري؟ هو مش اضطر ان انا اكتب اسمي اكتب على فيسبوك والكلام ده كده. فانا باخد الصوره بتاعت الصلاة. لا هو الصلاة مش كده خالص. مش كده؟ خالص. هو في طريقه تانية للصلاة؟ لا اكيد. الصلاة غير كده خالص. ما تشرحلي. الصلاة التزام. الصلاة تكشير. الصلاة عياط. ليه؟ لازم تبقى عابس. ليه؟ انا عايز اصلي مش عارف ايه. ايه الصلاة؟ لازم تصلي كده. ازاي يعني جبت منين الكلام ده؟ جبت منين الكلام ده اصلا؟ بص تعرف تعرف الانجيل؟ اكيد اكيد. لو تعرف انا واحد يقول لك واحد يقول لك الانجيل مش عارف ايه. الحزن خير من الضحك. لانه الحزن خير من الضحك لانه بكآبة الوجه ينصلح القلب. اكيد. ليه كده حضرتك؟ هو كده. هي دي الصلاة. الحزن ده لازم الواحد يبقى حزين عشان يصلي. لازم تبقى حزين. لازم تبقى عابس. لازم يبقى وشك كده كله حبوس وكلماتك طالعه من جواك بتغسلك كده. انا حاسس ان انت بتقلب الايات. بص يا حبيبي تعالى. اول لما ندخل الكنيسه نروح للحل الايقونات ونبص الايقونات واحده واحده. سهلة دي بسيطة. نعدي على كلهم نبص ونيجي عند ستر الهيكل. ونركع. نركع. 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 نركع كده اهو. ازاي؟ تعالى. انزل معايا كده. اعمل كده؟ ايوه. انزل تحت. وترفع ايديك لفوق. نزل ايديك شوية. اعمل زي يا بني ادم. حق. اتفضل حضرتك كمل. ترفع ايديك لفوق. ايوه. وتكشر. كشر. وتعيط وتقول له سامحني يا رب ثلاث مرات. سامحني يا رب ثلاث مرات. سامحني يا رب ثلاث مرات. ثلاث مرات. هو كان في الباقي مره. هو ده تقرب المخرج يعني ثلاث مرات. سامحني يا رب. سامحني يا رب. عيط عابس. سامحني يا رب. سامحني يا رب. سامحني يا رب. سامحني يا رب. خلاص يا عم صوتي راح. انزل تعمل مطلة. ايه مطلة دي؟ كده اهو. انزل اعمل مطلة. انا مش فاهم. حط ايديك كده. ايوه. وراسك تلمس الارض. ايوه. وتطلع تقول له سامحني يا رب ثلاث مرات. انزل ثلاث مرات. انزل معايا. يلا. مش هنزل. سامحني يا رب. ايوه. تطلع تقول له سامحني يا رب. ايوه. وتبقى عابس. لازم وتعيط. وتقول له سامحني يا رب. طب وانا ليه لازم اعيط؟ هو كده. هي دي الصلاه. لازم اعيط. هي دي الصلاه. متضايق من جواك. مش تقول لي هتصور. سامحني يا رب. سامحني يا رب. سامحني يا رب. سامحني يا رب. سامحني يا رب ده انا وبلاش هو. واحد غني مش عارف يصلي لك عمال يمسك لي الموبايل من صوته. سامحني. ارفع ايدك فوق. سامحني يا رب. سامحني يا رب. خلاص كده اتعلمت ازاي تصلي؟ اتعلمت يا بني ادم؟ تمام. قوم. نسيت اقول لك. لازم تنزل تعمل بطانية تاني. لازم تنزل تعمل بطانية. بقول لك لازم. هي دي الصلاة. بتقول له سامحني يا رب. سامحني يا رب. تحت تحت. تحت. تعلمت يا بني ادم؟ تعلمت حضرتك. هي دي الصلاة. خليك اوعى تطلع. اطلع بعد الدين. اوعى تطلع.
خليك كده. سامحني. ما تطلع. سامحني يا رب. هو أنا فعلاً عملت أخطاء كتير. بس أنا مش عارف هو ده صح. أنا مش فعلاً مش فاهم. هي صلاة طلباته بس؟ ولا صلاة على السوشيال ميديا سهلة وبسيطة؟ ولا صلاة حزن فعلاً وكآبة؟ وانا فعلا بصراحة عملت خطأ كتير وقعدت كتير بره الكنيسة. وبصراحة كلام الأستاذ اللي في الآخر ده منطقي. هو احنا لازم فعلا نصلي ونطلب سماح ربنا. سامحني يا رب. سامحني انا عملت خطأ كتير يا رب. عملت حاجات وحشة كتير قوي الفترة اللي فاتت. بس كويس ان انا وصلت الكنيسة تاني. أشكرك يا رب. أشكرك ولازم أبقى حزين. حزين. يا رب. سامحني. لا بس. أنت معايا؟ في حاجة؟ مفيش أنا بصلي. صلي؟ بس أنت معايا بقى. ما أنا بصلي بعيط على شخص ربنا سامحني على الأقل. انت فكرك راح لا هو مش كل واحد كل شويه واحد هيجي يغير لي الكلام اللي قبله. لا انا هو مين طريقه الصلاه؟ انت بس شغبان. انا ماليش دعوه بالامر. انا هقول لك الصح. اسمك ايه؟ انا اسمي مور. شوف يا اخي. انت هل تؤمن بالسيد المسيح مخلصك وفدي؟ هو الكلام شكله كبير بس انا بؤمن بالمسيح. طيب بسيطه خالص. اعمل ايه بقى؟ هات حضن الاول. هتسيبك من موضوع الحضن ده. لازم تكلمني في الصلاه. لا ما انت لازم تبقى تحس كده ان كل الناس هنا اخواتك. كل الناس حوالينا مش شرط في الكنيسه. كل حته حوالينا اخواتك. لازم تبقى فرحان من جواك. انت قابلت المسيح. لا انا الراجل اللي قابلك قال لي بص. لا مش فرحان. لا 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 اول حاجه انا فرحان. وريني الابتسامه. لا 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 هات حضن ابتسم حبيبي ابتسم من هنا لهنا عجب؟ ايه مبسوط؟ لا حاسس بالفرحة؟ خالص. طب انا خليك تحس بالفرحة. اعمل ايه بقى؟ صلح. هتصلي انت ايه مشكلتك؟ ما عندي انا بقالي كتير بره الكنيسة ومش عارف اصلي. بس هي دي مشكلتك. انت بتعيط ليه دلوقتي؟ عشان خاطر ربنا سامحني على الخطايا. طيب حاجة بسيطة انت تؤمن بالمسيح؟ صلي يا رب يسوع المسيح. ايوه برضه اعمل ايدي نفس الحركه. اي حركه اعملها كده كده برضه كده. سهله خالص. يا رب يسوع المسيح. سامحني يا رب يسوع المسيح. سامحني انا مرقص. ايه انا مرقص؟ ما انت مرقص. هو فداك. انت مرقص. طب ما هو عارفني ان انا مرقص. لا بس انت كده بتؤمن بالاله. هو ليك انت شخصيا. يعني انا لازم اقول اسمي. لازم اقول اسمي في الصلاه. اقولها بقى بايمان. قول ايه بقى؟ انت مبسوط. وريني اسمك. يا رب يسوع المسيح. يا رب يسوع المسيح. خلصني. انا مرقص. انا مرقص. فين الابتسام؟ بس كده؟ الف مبروك يا حبيبي. خلاص كده؟ دي سهله خالص. وسهل. وراح يصلي وهو فرحان. بس كده. بس كده. قولها كده وريني. يا رب يسوع المسيح خلصني. انا مرقص. لا. ايه؟ لا قولها كده. طلعها من جواك. اعمل ايه؟ يا رب يسوع المسيح خلصني. خلصني. انا مرقص. انا مرقص. الف مبروك. كده خلاص. ايه؟ خلصت. ايه خلصت؟ خلاص هي كده. مش هتصلي تاني؟ ثانية واحدة. ايه خلاص كده؟ لحظة. خلاص خلصت. وخلصت. حلو طريقة الصلاة دي. جميل. جميل. دلوقتي انت حاسس ايه من جواك؟ انا مرتاح وفرحان. فرحان جدا ومبسوط جدا. قول هللويا. 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 يلا قولها على بعضنا. يا رب يا يسوع المسيح خلصني. انا مرقص. هللويا. هللويا. الف مبروك. الحضن.
طيب خلاص خلاص كده استريحت؟ الحمد لله. وبقى ايه؟ فرح، كونوا فرحين قلبي. حلو قوي 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 قوي. حلوه الصلاه دي. بس كده. حلوه جميله. طب بس انا مش عندي كنيسه. رحت انت كنيسه؟ طب الحمد لله. طيب يا حبيبي. يا سلام. يلا مع السلامه. سلام. حلو حلو راح يصلي كده وهو فرحان ومبسوط. وخلاص ما خلص. ولا الراجل اللي قبله اللي عمال يخبط دماغه في الارض وبتاع. ليه؟ احنا ايه؟ وقف كده؟ لازم نضحك. لازم نضحك. نصلي. نضحك. نقول يا رب يا صاحب مسيح خلص. ايوه ما انا عملت غلطات كتير. هو كده خلاص وبخلص. حلو. حلو. يبقى احنا هنقف على الفيسبوك ونضحك برضه. ولا نعيط ولا نعمل ايه انا مش عارف. وحاجات كتيره بس هو الراجل الاخير ده كويس انا همشي معاه. مالك ده ايه؟ احنا مش هنخلص النهارده. مالك يا استاذ ايه؟ مفيش انا كويس. انت كويس؟ انا كويس. بس شكلك مش كويس خالص. انا بصلي وحضرتك وانا مبسوط خالص كده وسعيد وبضحك وزي الفل. كده بتصلي؟ ايوه انا بصلي كده. مين قال لك ان دي الصلاه؟ اوعي تقولي لي ان الصلاه مش كده. الصلاه مش كده. لا هي الصلاه كده وحضرتك اللي مش واخده بالك. لا انا بقول لك الصلاه مش كده. بص انا لسه جاي الكنيسه بقالي يوم ساعه خلاص بس انا عارف الصلاه ازاي. لا لا الصلاه مش كده خالص. حضرتك عندك طريقه ثانيه؟ انا بص انت ابن حلال انا جاي الكنيسه النهارده ومعايا عيد الصلاه وجاي عشان اصلي. انت ابن حلال. الصلاه بص كده كل حاجه وليها حاجه صح؟ اه كل حاجه احنا هنصلي. اه يبقى معنى عدة الصلاه. عدة الصلاه؟ اه يعني انت عشان تصلي دلوقتي اول حاجه لازم يبقى معاك ايه؟ معرفش انا اشبايه. ايوه اشبايه. ما تعرفش الاشبايه؟ ايوه احنا كنا بنقول عليها اشبايه زمان. ما هو عطشوا عطشوا الجين بقى. عطشوا اه لا هو عطشوا. ماشي اتفضل. معاك اشبايه بقى؟ لا ما طبعا اكيد لا. طب بص خد الاشبايه بتاعتك. خد الاشبيه بتاعتك. اعمل ايه؟ احنا بنمسك الاشبيه سهله خالص. نصلي في الاشبيه. ايه الصعب ده؟ افتح حبيب افتح. هنصلي صلاه احنا هنصلي اول حاجه فالنشكر. فالنشكر انا فاكرها دي كانت في الاول خالص. اه صفحه 6 عندك. صفحه لازم لازم. هو ليه الاشبيه بتاعتك سودا من جنب هنا؟ ما من كتر ما بصلي بصلي كتير. كتير كتير. ايوه يلا اقرا دي فلنشكر صنع الخيرات. اقرا بس كده. حلو جميل. حلو سهل سهل. فلنشكر صنع الخيرات الرحيم الله. انت بتعمل ايه؟ ايه يا ست في ايه؟ اصلي زي ما قلت لي مش كده خالص. اما الصلاة ازاي؟ انت هتصلي فلنشكر ازاي؟ فلنشكر صنع الخيرات الرحيم الله ربنا المخلص عشان المسيح يا صنع انا احفظكم انا راجع على ضوء تاني الساعة. لازم تصلي كتير كتير كتير. ليه؟ وبسرعة. ليه؟ عشان تلحق. ليه؟ في ايه؟ مفيش وقت. في ورانا ورانا ايه؟ الانجيل بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ مش عارف. صلوا كل حين ولا تمل. اقول لك؟ اه اقول لك. هما مش بيقولوا صلوا. طب نعملها ازاي دي بقى؟ نعملها ازاي؟ بنصلي عادي. ايوه ما هنصلي ازاي كل حين؟ اما انا ورايا بيت وعيال وغسيل ومواعين وشغل وطب الحق ازاي بقى؟ يبقى لازم نجري. خش على ارحمني يلا مفيش وقت. ارحمني اللي بعده. ارحمني يا الله يا رب. ارحمني يا الله. ارحمني. مش كده؟ ارحمني يا الله. ارحمني يا الله. غريب عشان بس كده انت بتعمل فوائد كتيره كتيره الناس بيقولوا حاجات كتير كتير كتير. ايوه ليه؟ عشان نلحق. بص بص انا مش حاسس ان ده كفايه. لا 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 مش هينفع. بص مش هينفع. احنا لازم نلحق. طب نعمل ايه؟ لازم 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 نصلي كتير 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 وبسرعه. بص اقول لك انا مش حاسس ان ده كفايه. احنا لازم نصلي حاجات كتير. نخش على الانجيل. خش على الانجيل. اقرا اقرا من الاعماق. قول مزامير مزامير. ده فين؟ فاول فين اول؟ اه قول من الاعماق. يلا من الاعماق صرخت اليك يا رب اسمع صوتي ده من زناني وزاد غفر قلت العذاب بعدين يا رب لا نزور. خلاص بص انت مش هتلحق. مش فرق مش فرق. لازم تصلي حاجات كتير كتير كتير. بص بص انا هقول لك على حاجه. احنا ايه؟ احنا مش هنلحق. احنا انا بص احنا بنقرا كتب روحيه. كتب احنا لازم نعمل حاجات كتير. كل ده هنعمله احنا. مفيش وقت. يلا يلا انت اللي جبتلك بقى ايه؟ انطلاق الروح. انطلاق الروح. انت عشان نلحق. حلو. بص بقى. ايوه. يلا نلحق. ابواب الجحيم مش هنلحق مش هنلحق مش هنلحق. انا قلت لك انا حاسه
مش هنلحق صدق. بص تعال اقول لك، اقول لك احنا سمعنا حاجه كتير. انا ضحكت. مفيش وقت، مفيش وقت. طب ايه؟ خش على المسافه. مسافه؟ انا معايا مسافه روحيه. معاكي مسافه كمان؟ اه يلا. السؤال الان يلا. آية من كلمتين. ايه هي؟ سهل. آية من كلمتين. الله محب، 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 وبسرعة. طب ما تجيلي النهاية بتاعت التصلي. لا 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 لا، بص هقول لك ايه. احنا نقول ايه؟ لحن. عشان يبقى عملنا كل حاجة. في لحن كمان. ايه اصغر؟ بص اديني اسرع لحن عشان مفيش وقت. عشان يبقى عملنا كل حاجة في اسرع وقت. صدقيني ولا لحن. ازاي؟ ولا ايه اسرع لحن بيتقال في الكنيسة؟ معرفتي انا. اقول لك انا. امينة جميلة دي معروفة، وابونا اجري والشمس تجري، وابونا اجري والشمس، واحنا مش ملحقين، وهم اجروا واحنا مش ملحقين. يلا يا امينه يا ابو زبده دي كده 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 فاضي كده 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 تعالي كده النهارده. بص هقول لك، هقول لك حاجه. خلاص انا هسكت منك. بص انت خد الاشبيه. ايوه انا ماشي. انت بص انا مش عارف اصلي زي ما انت بتصلي كده، لازم اجري. بص انا هقول لك لازم اصلي في الصلاه كلها. بص انت كده عرفت فهمت انا اقول قصدي ايه. ايه بقى؟ انا لازم اصلي بسرعه بسرعه بسرعه، وحاجات كتير كتير كتير، اخلص الصلاه بسرعه بسرعه عشان عندي حاجات تانية نعملها. ايوه عشان مش فاضيين. يبقى احنا لازم 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 نصلي ايه؟ بسرعه 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 عشان عندي حاجات كتير كتير كتير، وانا هسيبك بقى دلوقتي عشان انا ورايا حاجات كتير. يلا ده طبيعي. يلا يلا يلا، احنا ممكن نصلي كده بسرعه بسرعه وخلاص. يمكن الست دي يكون عندها حق، انا مش عارف. يبقى احنا لازم ندخل ناخد الاجبيه دي كلها نرصها ورا بعض بسرعه 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 ونفهم وخلاص. نجرب مش قلبيه هنا ولا اي حاجه. احاول افتكر انا عايز بسرعه. يمكن يا رب سامحني. يمكن انا مش عارف انا فرحان ولا متضايق ولا بسرعه ولا ببطء ولا عيط ولا اعمل ايه. يا رب ارحمني يا رب. انا مش عارف اعمل ايه. ايه ده الشغلانه دي؟ يا رب 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 يا استاذ يا استاذ حضرتك ما تقربش، حضرتك ما تقربش، ما ينفعش تمسك حاجتي كده. تتولع ولا ايه؟ لو سمحت من فضلك تبعد اجتماعي. عامل ايه يعني؟ ابعد ستة قدم. ستة قدم حاضر اهو. ها ايه يا حضرتك بتعملي ايه؟ انا هصلي في حاجة؟ لا ما انا هعمل سيشن صلاة دلوقتي. سيشن صلاة؟ ايوه هعمل سيشن صلاة جديدة دي. سيشن صلاة؟ ايوه هعمل سيشن صلاه. في حاجه حضرتك مكشفه؟ حضرتك الخطيان؟ لا لا خالص، بس انا ما حضرتك تبعي. انا عارف في رذاذ بيطلع من فوقك. ما هو كل الحاجات اللي لسه قصدها دي هيجي عندك قرار. حضرتك ممكن افهم انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي ده؟ انا بصلي ربنا دلوقتي عشان عندنا مشكله، انا عندي مشكله عايز ربنا يحلها. ودي سيشن الصلاه بتاعتك؟ ايوه ده سيشن الصلاه. في حاجه حضرتك تبع حد. طب حضرتك تسليني. طب انا ممكن اطلب منك صغير؟ نعم ممكن اصلي. يعني انا مش متعوده اصلي بصوت عالي بصراحه، ومش هعرف منك خالص. انت شايفه هو بصي بيني وبينك قد ايه؟ ودي سته في حضرتك الناحيه الثانيه. السته الناحيه الثانيه. حاضر انا اسف انا اسف. بس اصلي حاضر خلاص اصلي بصوت عالي. ايوه ما انا مش متعوده على كده. معلش عشان خاطر ما واضح انك محتاج. افهم افهم انت بتعملي ايه. يمكن انت تبقي الصح في الاخر. انا عارف حاجه. انا فاهم. اتفضل. سته قبل. يا رب ارجوك يا رب قول لي اعمل ايه يا رب. انا محتار يا رب. انا مش عارفه اروح الشغل ولا لا. انا خايفه يا رب. انا لسه صغيره ومش عايزه اموت يا رب. مش عايزه اتعدي يا رب. ارجوك يا رب قول لي اعمل ايه. انزل الشغل ولا لا؟ زمايلي بيترقوا وانا لا. انا مش عارفه انزل الشارع ولا لا. ماما ابوسها ولا لا؟ يا رب قول لي اتصرف ازاي يا رب. انا مش عارفه يا رب. انا مش عارفه الموبايل اللي انا جبته ده احسن نوع ولا لا. ارشدني يا رب الاحسن نوع. انا دافعه فيه كتير قوي. قول لي يا رب اعمل ايه. امين. وانت صليت؟ ايوه انا كده صليت. صليت المشكله اللي عندي. هو ليه مش بتعملي كده؟
هو مش ربنا قال ادعوني في وقت الضيق؟ يعني نصلي فيها، ده في مشكله في وقت الضيق. يعني انت بتصلي عشان الضيق؟ ايوه انا بصلي لما يبقى فيه مشكله، بصلي لما يبقى فيه مشكله. وبعدين بعد كده خلاص بقى ماليش فيه، ما اعرفش. طب يعني ربنا بيحل مشكله؟ ما احنا بنفضل نصلي 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 لحد ما ربنا يحلها. بعدين بقى في الغالب بتيجي مشكله ثانيه، نقعد برضه نصلي 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 لحد ما ربنا يحلها. ده مش معناه ان انا بتاعت مصلحتي، انا ما طلبتش حاجات ماديه، انا ما طلبتش فلوس، انا طلبت حل مشكله، وربنا قال ادعوه في وقت الضيق. يعني انا هصلي لما يبقى عندي مشكله وبس. هو ده المهم، بعد كده ما اعرفش. انت هتصلي في وقت الضيق. برضه كلام منطقي، يعني انا هصلي عشان خاطر المشكله. خلاص كده خلصتي؟ انا مش هقدر اقعد جنب حضرتك كتير، حضرتك كل شويه تقرب مني وكده مش هينفع. ربنا يسامحك، ربنا يسامحك. يعني انا كده اصلي لما يبقى عندي مشكله؟ ولا اصلي لما اكون عايز حاجه؟ ولا اصلي لما اضحك؟ ولا انا مش عارف هو فين؟ فين المفروض اعمل ايه انا عشان اصلي؟ أشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. أشكرك يا رب لأن أنت الله ضابط الكل، ضابط الجميع. أشكرك يا رب لأن أنت دايما نهارنا وساندنا. أشكرك يا رب على كل الملائكة والقديسين اللي أنت بتبعتهم دايما في ظهرنا يحمونا ويحرسونا. أشكرك يا رب على الكتاب المقدس اللي وسيلة الصلاة اللي بيني وبيني، اللي كل ما بتعب أو بتضايق أو بيحصل لي حاجة بجري عليه واتكلم معاه. أشكرك يا رب على كل حاجة أنت عاملها معانا،
شغلنا وقتنا. انت بتبارك اسرتنا وبتبارك يا رب كل حياتنا. اشكرك يا رب على الوباء والجلد، لان انت بس ما خلتناش نيجي بس نصلي في الكنيسه، خليت بيوتنا بيوت صلاه، خليتنا في كل مكان رافعين ايدينا طالبين رحمتك ومحبتك، برغم ان احنا بعدنا عنك كتير ونسينا طريق التوبه يا رب، شغلنا بالعالم وبالناس وبالمصالح، لكن انت عمرك يا رب ما حكمتنا على خطايانا، انت بتحملنا برحمتك دايما، فتح لنا دراعاتك وحضننا دايما، بتقول تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. يا رب انت قلت تطلبوا وتجدوا، ادينا يا رب ان احنا نطلب ملكوتك طول الوقت، ادينا يا رب ان احنا نحب اللي ما بيحبوناش قبل اللي بيحبونا، ادينا يا رب المغفره والسماح، وان احنا يكون عندنا القدره ان احنا نسامح كل اللي اذونا في حياتنا. يا رب وانت تدعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني، اكتر دقيقه انا بحس بيها وانا بعيد عنك يا رب، وانا ماشي في سكه العالم بعيد عنك، ماشي في سكه بعيده عنك، انقذني يا رب، انقذني من السكه دي، انقذني كل مره ببعد عنك فيها، على طول انت مدد ايدك وبتبعت لي يا رب، بتبعت لي رسائل كتير، اديني يا رب الوقت واديني القدره عشان اقدر اصلي لك في كل حين وكل وقت، اديني يا رب ان انا اقدر اقعد معاك حتى لو وقت قصير، بس احكي واطلع اللي جوايا ليه، انت ابويا الحنان اللي بنجري عليك واحنا عيانين وتعبانين، انت الدواء، انت الشافي، انت اللي دايما مد ايدك لينا يا رب، دايما معانا وساندنا في حياتنا، جايين تايبين ورافعين ايدينا يا رب، جايين تايبين وعشمانين، عشمانين فيك وفي محبتك يا رب، جايين تايبين يا رب وعشمانين في محبتك، سامحني يا رب واغفر لي. امين. الصلاة من زمان، الصلاة دي هي العلاقة بينك وبين ربنا، تفتح قلبك ليه وتتكلم معاه، أبوك، أنت بتتكسف تتكلم مع أبوك في البيت؟ لا. بتتكسف تحكي اللي أنت عايزه؟ لا خالص. تصحى الصبح تتكلم معاه، وأنت ماشي في عربيتك تتكلم معاه، وأنت قاعد تتكلم معاه، فرحان قول له أنا فرحان يا رب، حصلت لك مشكلة قول له أنا عندي المشكلة الفلانية، أقف معايا يا رب فيها. خلي علاقتك بربنا علاقة ابن وأبوه. ربنا دايما بيعاملنا بحبوب، بيعاملنا إن احنا أولاده. خليك واثق إن هو أبوه. فعلا. أبويا وأتكلم معاه وقت ما أنا عايز، وأكلمه بالطريقة اللي أنا عايزها. مش لازم يبقى أكلاشية بعمل زيه وبس. عمر الصلاة ما كانت أكلاشية. بس دايما الكنيسة بتساعدنا إن احنا نصلي. إن احنا نعمل مطالب. تعملها وأنت فرحان وقلبك مبسوط. تعملها لربنا. صلي بالإقبال، تقعد تتكلم مع ربنا من خلال الإنجيل والكتاب. تمام تمام. أنا مش عارف أشكرك إزاي، أنا فعلا فعلا فرحان النهارده إن أنا شفتك. بص، أنت دلوقتي محتاج تبني الإقبال، صلي، تروح عند صليبك، دي المطالب، وافتح له قلبك، وقول له يا رب أنا محتاج تنور لي طريقك، ومحتاج تكون معايا طول الوقت. Oh, my God.